تعرفت عليها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعديك سهل ربي وقعدنا نحكي وتعرفنا على بعضنا وعجبنا بعضنا حبينا بعضنا تقبلنا من بعض وعرسنا عرستوا زيدا عرسنا زيدا ومواقع التواصل الاجتماعي تنتهي القصص بالزواج ختامها مسك انتهت بالزواج اي انا ختامها مسك الحمد لله يا رب اي تبع بعضها وكما في مواقع التواصل الاجتماعي كما في الدنيا اي انا كما في الدنيا كما في الواحد ما تبدلش في وهو كما في الدنيا كما في فيسبوك ما جوست ما من الاول ديما يبدا عندك يعني ما عندكش ثقة كيفاش اسكو باش يطلع بالحق كيما تشوفوا خاطر على مواقع التواصل الاجتماعي ديما ينجم يخبي فاسيل ما برشا حاجات ينجم يظهرش على حقيقته في الدنيا تعرفهم دي ديتاي ما تعرفهم كان كي تقابلوا كي تقابلنا طلع كيما هو وخير زيت شو تقول له؟ سيني تشوك سي فيوروب تركي؟ وين هو؟ في ألمانيا طبعا تركي في ألمانيا وقت الشي جي؟ إن شاء الله في نوفمبر عرستوا انتو مساي؟ عرسنا في فيفري هذا اللي فات عيبي دونك في المانيا وصغيرات في المانيا وكل شيء غادي الدنيا الكل غادي ان شاء الله والعرس بين رجل ماهوش تونسي تركي كيفاش توصف ما هيش حكايه تركي تونسي حاجه حكايه انتم تحبوا بعضكم متفاهمين معناها القلوب على بعض كيفاش يقولوا هكاك هذيك هي تبداو تحبوا بعضكم متفاهمين ما فماش لا ناسيوناليتي لا حتى شيء دونك الفايده انه النفوس النفوس صارت تحت لبعضها وبعد لهنا اكزاكتومون الفايده في لهنا وفي النفوس وفي التفاهم سورتو شنو تقول له ازلدم ازلدم سنه